السلام عليكم، رمضان مبارك كريم للجميع. اليوم اللي كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي، ما تنساش دير سبسكرايب وتورك عندي نوتيفيكاسيون باش ديما يوقع وصلك الجديد ديالي. موضوع اليوم الدراري، واش بصح في رمضان كتفقد العضلات ولا كينقص الحجم ديالها؟ جينا اول حاجه نوضحوا واش انك كتفقد العضلات في رمضان ولا كتفقد الحجم العضلي. اول حاجه غنبداو بها هي فقدان العضلات. اول حاجه الكور ديالك ما يكونش مدخل واحد النسبه ديال الكارب، بحال الكارب اللي تشاف كذلك انتفاخ في الكور ديالك، مما يؤدي الى ضعف حجم العضلات في رمضان. دراري، اهم مصدر يمكن لك تدخلو الدراري مور الفطور الدراري الكربوهيدرات. حيت الكربوهيدرات الدراري هي اللي كتساعد على انتفاخ العضله. حيت الكربوهيدرات الدراري كتحول الى جليكوز، والجليكوز هو اللي كيعطي لك البومب في العضله. الدراري ديما اكد شويه على الكارب، دخل واحد 250 غرام ديال الكارب مور الفطور، ماشي شي حاجه سهله، ماشي حاجه صعيبه. دخل الكارب مزيان، ودير نظام غذائي، ما تاكلش بزاف، قسم الوجبات، خذ 5 الوجبات ولا 4 الوجبات ماكسيموم مور الفطور، ما تكثرش فيهم. وجبات خفاف، تقريبا خذ 200 غرام ديال الرز، ما تكفيهاش في الرفه، غادي تكون مزيانه وغتوصل الاحتياجات ديالك الخاصه في النهار. ضيف العشران، ومازال الدراري نهضر واحد الهرمون، هرمون ديال الجي اش. واش شنو هو السبب اللي كيخلي الدراري هرمون ديال الجي اش يرتفع بنسبه كبيره؟ الضوء راجع الى الصيام. ماك ساعه كتصوم واحد المده ديال 12 ساعه، ديال 16 ساعه الهرمون ديال الجي اش كيرتفع. مما شنو هو الدور ديال الجي اش؟ الدور ديال الهرمون ديال الجي اش، الجي اش اول حاجه هو هرمون انابوليك الدراري، كيؤدي الى حفاظ على العضلات في خلال هذا الشهر. شنو هو الدراري الدور ديال الجي اش في بناء الكتله العضليه؟ الدور ديال الجي اش، اول حاجه الجي اش هو هرمون انابوليك. الجي اش الدراري هو هرمون انابوليك، كيساعد على الحفاظ على الكتله العضليه خلال الشهر ديال رمضان. هو الدور ديالو هو هذا الدراري، هرمون ديال الجي اش. هرمون الجي اش هو فعلا مور الفور، ماك ساعه كتريني كيقول عندك تبارك الله الجهد باش انك تضرب اكثر من المستوى ديالك العادي قبل من رمضان. انا شخصيا في رمضان تبارك الله عليا كنضرب البارا مزيان مور الفطور، كيعطيني واحد الهرمون، تاعك الهرمون الجي اش يكون مرتفع بنسبه كبيره عندي، حيت كندفع الثقل مزيان مور الفطور. وهذا هو العامل الدراري الى ارتفاع الهرمون ديال الجي اش. ماشي الدراري في بناء الكتله العضليه، تقدر تبني كتله عضليه في رمضان، تخسر الدهون وتبني عضلات. فعلا هذه الدراري كاينه، تقدر تبني الدراري، تقدر تبني عضلات في رمضان. حاجه الدراري ماك ساعه كينفد الدراري جليكوز، كينفد جليكوز الدراري، كي هرمون ديال الجي اش كيبقى الدراري يحرق من لي فات ديالك، من الدهون. تجنبوا الدراري الكارديو قبل الفطور، تجنبو. واللي بغيتي دير كارديو ما ديرش كارديو بواحد لافورس بزاف، حيت انت صايم والكور ديالك ما تكونش مدخل واحد ديروبات، وما تكونش عندك واحد مستوى طاقي، يعني الكور ديالك مخاوم من الجليكوز، وهذا الدراري غيأديك الدراري فهمتي الى ضعف العضلات. الدراري الى كنتي غليظ، من الاحسن دير كارديو قبل الفطور مزيان، ولا كنتي ناشف شويه فهمتي باغي غير تحافظ على المستوى ديالك، من الاحسن تجنب الكارديو وتريني مورا الافطار فهمتي. مورا الافطار ديجا تكون مدخل واحد 3 روطا وغتمشي تريني وعادي. باغي في العشرة نخليكم مع الحصه ديال تشيس ورك اوت وبايسبس، تاعو دري في الجيم. A few moments later.
We'll be right back.